ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. قلت لي فكره فيديو كده وانا قاعده، فقلت ليه ما اعملهاش بما اني بحب التمثيل جدا جدا وبمثل من وانا صغيره وبعشق حاجه اسمها تمثيل، فقلت ليه ما اعملش الفكره دي. مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو على طول مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه وجنبه هتلاقوا فيه جرس، دوسوا بعدها على الجرس ده هيظهر لكم ثلاث اختيارات، دوسوا على اختيار اول او كل ان انتوا يعني تستلموا كل الاشعارات، وتابعوني على الانستغرام ده اسمي، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها هتكون تحت في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم كمان ان على اليوتيوب الفتره دي انا هنزل يوميا او شبه يومي. يعني ايه شبه يومي؟ يعني يوم ويوم لا. انا خلاص خلصت امتحانات الحمد لله وكل حاجه، فعشان انتوا وحشتوني جدا عشان كده انا هنزل فيديوهات كتيره الفتره دي. خلينا نبدا في الفيديو اقول لكم ايه هي الفكره او ايه هو. فانا قررت او قلت ليه انا ممثلش مشاهد معينه من افلام ومسرحيات مشهوره. الفيديو النهارده هيكون ان انا بقلد او بمثل او بعيد تمثيل مشاهد من افلام ومسرحيات مشهوره. انا كتبت اسامي مشاهد يعني هنا في ورقه، انا حطيت حوالي 5 مشاهد، انا مش عارفه انا هعملهم كلهم او هلحق عشان وقت الفيديو ولا لا، بس عموما خلينا نشوف اول ورقه نشوف هيطلع لنا. واو، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، المشهد بتاع قصيده عبله. طبعا كلنا عارفين المشهد ده. سيبك من الكلام ده خلف، خش على القصيده. الشعر يا خلف. قصيده شعريه كتبها خلف الدهشوري. خلف تلخص حياته. عرفت وفاق، حبيت وفاق، وفاق وفاق وراحت وفاق. خلينا نروح نعمله دلوقتي لان انا متحمسه جدا. طبعا انا هعمل 3 شخصيات، الاربع شخصيات اللي في المشهد كله، بس هعملهم بنفس اللبس. خلف خلف، ايوه ايوه يا حسين سامعك، سامعني كويس؟ ايوه 100 100. طب بص انا هعمل تيست اخير بس. ماشي ماشي، يلا بسرعه. 2 4 6 8 9. لا 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 حسين حسين، هو مش كاتب كتاب امك اصله هو. المهم سامعني ولا لا؟ بص 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 ما تزعقش، المهم ان صوتك يجيلي واطي علشان لما اجي اقوله للبنت البنت تحس ان هو نابع من احساسني. المهم انت تركز. انت جيت يا دزمه، بقول لك انا جاي لملك الليله ما تقلقش. هاي خلف. هاي عبله. واتس اب؟ هاشم قال لي انك مستنيني هنا. هو في الحقيقه هاشم ما غلطش، انا كنت عايزك في كلمتين كده يعني علشان ما تقعدش، سيبها تقعد الاول. ما تقعدش، سيبها تقعد هي الاول. نعم؟ لا يعني البروتوكول والزوج بيقولك ده. اتفضلي. ميرسي. ربنا يحفظك. ها عاوز ايه يا خلف؟ كل خير ان شاء الله. اتكلم يا جحش، اتكلم يا بقره. خلف انت بتكلم نفسك؟ لا انا تلاقيني مركز بس. احنا انكتب علينا عبله، احنا انكتب علينا. انكتب علينا ايه يا خلف؟ مش عرفنا ايه. عامل ايه؟ عامل ايه؟ احنا انكتب علينا حاجات كتير اوي، احنا انكتب علينا حاجات كتير اوي. وايه؟ ايه؟ امسك يدها يا ياض. اي ايدي يا خلف، ايه ده انت اتجننت؟ انا اسف انا اسف، معلش معلش. احنا انكتب علينا حاجات كتير اوي. ايوه قولي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه واحده قولها. تكون مصايرنا واحده. عبله احنا انكتب علينا ان سجايرنا تبقى واحده، يعني اديكي سجاره تديني سجاره، اولع لك البلولاعه تطفيها تقولي هف. سجاير ايه بس؟ انا ما قلتش سجاير. بص يا ياض ما ينفعش. ما ينفعش. سيبك من الكلام ده يا خلف، خش على القصيده. الشعر يا خلف. قصيده شعريه كتبها خلف الدهشوري. خلف تلخص حياته. عرفت وفاك، حبيت وفاك، وفاك وفاك وفاق وراحت وفاق. وعرفت ست الحتة، حبيت ست الحتة، ست الحتة ست الحتة ست الحتة وراحت ست الحتة. وعرفت عبلة، وحبيت عبلة، عبلة عبلة عبلة. راح فين عبلة؟ استني بس. اوكي خلصنا المشهد وانبسطت جدا بتصويره، وخلينا نشوف انا هعمل ايه بعد كده.
مسرحية سبك على بناتك، المشهد بتاع اللي هو تخليه يمسك فوزية، عارفين المشهد ده؟ قولي لي يا لوزة. نعم يا بابا. وامسكها ازاي بالضغط؟ ابدا يا بابا. كنا ماشيين في الشارع كده وفي عربيات ماشيه بسرعه كتير، وفجاه راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. يا سلام، فيها ايه؟ كنت سيبيه يمسكها يا فوزيه. كلنا عارفين المشهد ده طبعا. خلينا بسرعه نروح نعمل المشهد. انت عندك مشكله يا فوزيه؟ ايوه انا عندي مشكله. ايه في ايه؟ اصل بصراحه 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 انا وحنفي اتخانقنا امبارح مع بعض. يا حلاوتك او ربنا. وجاي تقولي دلوقت؟ اتخانقتوا ازاي؟ ابدا، كلمه مني على كلمه منه رحنا شتمنا بعض. بعدين رحت رمياله الدبله في وشه وقلت له مش عايزه اشوف خلقتك تاني. تفتكر هيجي يا بابا؟ وسايباني اعزم الناس واشتري تورت وملبس وافرق شربات. سوري يا بابا. واجيب عوالم. سوري يا بابا. وادوخ على المأذون لحد ما لقيته في الساونه. الله، ما قلنا سوري بقى، ما تقرفوناش في عيشتنا. ما عرفكوش في عيشتكم. كفايه الكآبه اللي احنا فيها. كآبه؟ خنيته ليه يا بت؟ هقول خلاص هقول. قول. اصله حاول يمسك ايدي يا بابا. يمسك ايدك؟ يمسك ايدك بس او ربنا بس؟ لهو من ساعه ما خطبك من 7 سنين ما كانش لسه مسك ايدك؟ يستجري، ده انا كنت قطعتها له. غريبه، وما يحبكش الا يمسكها الا ليله الدخله. قولي لي يا لوزه. نعم يا بابا. هو مسكها ازاي بالظبط؟ ابدا، احنا كنا ماشيين في شارع وكان زحمه قوي وكان في عربيات ماشيه بسرعه كتير، وفجاه راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. يا سلام، او ربنا. ودي فيها ايه؟ دي فيها ايه بالدفهم؟ ازاي يا بابا ده مسكها واتك عليها بالقوي؟ ما يقصدش. وفيها ايه؟ هو يعني هياكل منها حتة؟ ما كنت تسيبيه يمسكها يا فوزية. وهو يمسكها بأمارة ايه وانا لسه ما كنتش على ذمته؟ وهو ما جاش النهاردة اهو، تقدر تقولي كان هيبقى شكلي ايه دلوقتي لو كنت سبته يمسكها؟ يا ما شاء الله، سمعتنا دلوقتي اللي في السماء. اوكي، خلينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. فيلم الباشا تلميذ، المشهد بتاع غادة عادل لما كانت بتقوله ليه ادتني كل حاجة. بلاش امثله دلوقتي لما هنيجي نمثل. المهم يعني ليه ادتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة. لما اكتشفت يعني ان هو ظابط وبتاع. اوكي، خلينا نعمل 5 4 3 2 1 اكشن. ليه انا يا بسيون؟ عشانك. ليه انا كنت سبتني؟ انا كنت مرتاحة كده. ليه اديتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة؟ ليه؟ حرام عليك. ليه كفاية بقى. واو. اوكي، مسرحيه كده. اوكي، المشهد بتاع انا عايزه امثل يسعدك. جماعه انا بعشق المسرحيه. وارقص واغني يسعدك. الشيك الشيك. طب ليه يعني لسه ما خلصتش النشاط؟ لا يا هلا بقى يا اخي. ايوه انا مبسوطه. وارقص واغني يسعدك. الشيك الشيك. اوكي يا جماعه، انبسطت جدا جدا بتصوير الفيديو ده. انتوا مش متخيلين انا انبسطت قد ايه، لانه كل المسرحيات او كل الافلام اللي انا عملتها دي انا كلها بحبها جدا وبعشقها ودايما بتفرج عليها، والمشاهد دي انا بعشقها جدا، وانا عموما بحب التمثيل بشكل عام. اتمنى انتوا كمان تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو عشان غيركم يتفرج عليه. وبس، انا بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه.